السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد العزيز حسن، موقع خدمات ويب دوت كوم. طبعا لو عندك أي استفسار بخصوص أي درس من الدروس اللي احنا بنعملها، خش على الدرس على موقع خدمات دوت ويب وحط استفسارك في كومنت داخل الدرس، إن شاء الله هرد عليك في أقرب وقت. طيب احنا كنا بنتكلم على الـ Vue.js، اتكلمنا المرة اللي فاتت على اللي هو الـ Constructor بتاع الـ Vue.js، اللي هو ازاي الـ Vue.js بيتعامل مع الـ elements بتاعت الصفحة بتاعتنا أو الـ بيشتغل ازاي في الأول. طيب عايزين نبص بصة على الـ life cycle بتاعته، عشان الـ life cycle اتغيرت كتير جدا من الـ version 1 للـ version 2. طيب بكل بساطة، احنا قلنا الدرس اللي فات ان احنا بنعمل instance جديد من الـ Vue، فهو ده اللي بيحصل في أول حاجة. بصينا على الصورة بتاع الدرس اللي فات، احنا بنعمل instance جديد من الـ Vue وبنسند قيمة الـ instance ده لـ element معين جوه الصفحة أو HTML tag جوه الصفحة. طيب فهي دي أول حاجة بتحصل. أول ما بعمل الكلام ده يعمل لي حاجة اسمها event اسمه before create. ده أول event. خلي بالكم إن الـ events أو الأحداث اللي بتحصل جوه الصفحة بتبقى باللون الأحمر ده، هنلاقي عندنا كذا حدث، ده مهمين جدا لأننا هتعامل مع الأحداث دي إن شاء الله، لازم اتعامل معاها بشكل بروفيشنال، عشان طبعا هتبقى عندي احداث معينه ممكن اعرف فيها متغيرات، فممكن ما تقراش. ده هنشوفه دلوقتي واحنا شغالين، يعني هشرحها لكم دلوقتي ان شاء الله. طيب عندي اول حاجه حدث، اول حدث بيظهر عندي جوه الصفحه، اول حدث بيشتغل عندي اول ما بعمل انستنس اللي هو بيفور كرييت. ده اول حدث بيبدا عندي جوه الصفحه. ممكن استفيد في البيفور كرييت ده مثلا في ان انا مثلا اعمل لودنج. لو انا مثلا بعمل موقع، بتشوف كتير الكلام ده، ان هو مثلا اول ما بيفتح الصفحه تلاقي مثلا دواليب عماله تلف او لودنج بار، ايا كان القصه ايه، بس بيلاقي الحدث ده. الحدث ده ممكن او الاوبشن ده بيظهر في، ممكن نزله لو احنا بنشتغل بالفيو، نزله في بيفور كرييت اللي هو اول ما افتح الصفحه بتاعتي بيظهر لي بتاع ده. طيب بعد كده بيبدا يقرا الداتا والكلام ده ويعمل انشتلايزنج الايفنت. بعد كده اول ما بيخلص بيبدا يعمل كرييتد. تمام. طيب بعد كده طبعا احنا هنا بيبدا يشوف هل في تمبلتس او في كومبوننتس او تمبلت ملف اتش تي ام ال اوتر، يعني اوتر اتش تي ام ال ملف خارجي ولا لا. بعد كده بيعمل ماونت بيفور ماونت، بعد كده بيعمل لها ماونتد. تمام. ماونتد ده من الاوبشنز الجديد اللي هي اتعملت في الاصدار ده. تمام. لو احنا بصينا هنا على الاصدار السابق مش هلاقي ماونتد دي اصلا هنا، وكمان مش هلاقي تعالى بس نروح على الانستنس على اللايف سايكل ديجرام، مش هلاقي بيفور كرييت اصلا، ما كانتش موجوده. تمام. مش هلاقي ماونتد خالص، هلاقي في حاجه اسمها ريدي. ريدي دي مش موجوده هناك اصلا في الاصدار الجديد، مش موجوده. فده الفرق يعني. تمام. طبعا في برضو الجزء بتاع الاليمنت ده او ال HTML template موجود في الاصدارين زي ما انتم شايفين كده، تقريبا هو نفس الشكل بس اختلاف بس في البروسيس نفسها. تمام. بس ماونت دي من الاوبشنز الجديده اللي اتضافت في الفيرجن الخامسة. طيب طبعا هندرس الكلام ده كله بشكل مفصل ان شاء الله، يعني محدش يقلق على اي حاجه. نروح على الفيو انستنس تاني، نروح على اللايف سايكل. طيب في element، في اتنين حاجتين مهمين جدا جدا جدا، اللي هي before destroy destroyed. before destroy دي اللي هو يعني قبل ما الفيو اللي انا جواه يقفل. تمام. او الانستنس بتاعي يتعمل له destroyed، الانستنس ده يعني بيتشال او بيتحزن. تمام. بعد كده ديسترويد لما بيتحذف خالص. دي نظره سريعه على اللايف سايكل، طبعا لازم نتكلم عليها لان احنا هنستدعي كل الايفنتس دي، بيفور كرييت وكرييت وبيفور ماونت وماونتد وبيفور ابديتد وابديتد والكلام ده، شور ابديتد ابديت وابديتد. كل الايفنتس دي او كل الايفنتس دي هنستدعيها وهنعمل معاها شغل ان شاء الله، فلازم نكون عارفينها حاجه حاجه. يعني مش مهم قوي ان انا افهم البورس ماشي ازاي، بس المهم هو ابقى عارف الاحداث دي كلها. تمام. ليه بقى مهم؟ لان انا مثلا فرض مثلا انا جيت هنا مثلا انا مش عارف ان مثلا الكرييتد دي، انا مش عارف ان الكرييتد دي بتعمل او بتشتغل قبل البيفور كرييت، بتشتغل عذرا بعد البيفور كرييت. تمام. تمام. طيب فانا جيت مثلا رحت معرف في الكرييت حاجه و
رحت مستخدمها في البيفور كريت. طبعا ما ينفعش، ليه؟ لان انا البيفور كريت دي بتشتغل قبل الكريت، فما ينفعش اعرف حاجه جوه الكريتد واستخدمها في البيفور كريت. انا ممكن العكس، يعني اعرف حاجه او اقول مثلا في عنصر معين في البيفور كريت وبعد كده استخدمه في الكريت، لان دي بعد دي فممكن استخدم فيها. انما ما ينفعش العكس، ما ينفعش اشتغل حاجه في الكريتد او اعرف حاجه في الكريت واقوم شغاله في البيفور كريت. تمام، لازم ولابد ابقى فاهم الاستراكشر بس ازاي بالظبط، ايه اللي بيشتغل قبل ايه، عشان لما اجي اعرف حاجه تشتغل اللي بعديه يقراها. تمام، دي الفكره بتاعت اللايف سايكل. ان شاء الله الدرس اللي جاي نبدا نشتغل بقى بايدينا ونبدا نشوف الكود بيبقى ماشي ازاي. نشوفكم الدرس الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.